سلوك المواطن هي مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الجسم الإعلامي بشكل كبير. دوره كما قلت لا ينحصر في نقل الخبر ولكن في تكوين واحد الرأي عام مواطن. أعطي الكلمة للحاج الرحامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى وسلم. نطلب من الله باش يرفع البلوكات على هذه المدينة، وتنقول السباح زحس لوان كان دخلت على واحد الإرت دايرين بك واعي. بصراحة تنهضر بالواقع هنايا، كيف يعقل أن الناس تسير مع الرئيس في المكتب وتطلب دورة استثنائية تيسني على راسو؟ هذه ما عمرها ما كانت في التاريخ ديال المجالس. النواب ديال الرئيس يطلبوا دور استثنائي لواحد حاطين واحد النقاط اللي ما عندها علاقة بتاتا بس دار دورة استثنائية، والدورة العادية قريبة في زوي. على كل حال تنطلبوا من الله يجمع السماء ديال هذا المجلس هذا وتحيد ذاك البلوكاج وتزيد المدينة. إلا بقاو هذا الاعتراف ديال عمر ما غادي تزيد، غادي نبداو بالتواصل. يعني سابقا فاش كان سي العوني، فاش كان سي العوني في الساحة الثقافية صراحة كان واحد التواصل صراحة. من بعد جا سي فاسان عزيز فاسان كمل المشوار. دابا ما عرفناش مع من تنتواصلوا حنايا. فاسان كنا تنمشيو للكتب ديالو عارفين هذا، إلا لقينا خالد راه تنتظرو حتى تيجي. إذا إلى درجة أن فاسان كان تيوثق العمل اللي كانت تقوم به الجماعة، تدير مقالات، وكنا حنا كصحابة تنهزو دوك المقالات ونعاودو نحطوهم عندنا. هادشي ما كاينش في هذا المجلس. الله أعلم. غادي نرجع أنا للنقط اللي تتعاني منها المدينة. أولا تنبدا محطة القطار، كيف يعقل أن المحطة ديال المغرب كاملين تصلحوا إلا المحطة ديال القطار ديال هذا؟ مشكل هذا. المحطة الطرقية إقصاء، هذه نقطة إقصاء. كذلك المحطة الطرقية، يعني أن حتى بلاصة المحطة الطرقية ما بقاش بلاصتها، هذيك خاصها تخرج لواحد ولا تنظم. هذه مسألة. غادي نرجع يعني بالنسبة تنعرفوا بأن دابا هاد البطالة اللي كاينة دابا حاليا وعدم الشغل وداك الشيء، يعني أنه تيعدي الإجرام. يعني هنا تنطلبوا من هذا البرنامج ديال عمل جماعة الفلاس باش أن الجماعات تجلس مع الناس ديال الأمن باش يعاودوا يبنيوا مقرات الأمن بصراحة، لأن حنا راه زايدين في الإجرام. وخصوصا المدينة القديمة، المدينة القديمة دابا يوميا تنشوفوا الشيفون، تنشوفوا الموز، تنشوفوا يعني يوميا، يعني خص إعادة فتح، وخاصة بساحة الهادي. يعني في طرفات كانت ديك الدائرة الأولى بساحة الهادي ما كان دايرة واحد الهيبة على مكناس كامل. يعني في طرفات تهزات ومشات للملاح، يعني ما يعني ان ما بقاش داك الشيء اللي ولا الفوضى اللي ولات حاليا مع مرة ما كانت سابقا. ويعني هنا خص التفكير، يعني في التصور خص الجماعات تجلس مع الناس ديال الامن الدرجه الاولى. نرجعوا دوك لهاد الاصلاحات اللي كاينه في المدينه ديال تسمية المدينه العتيقه، واحد حنا تنصلحوا السقايات ومن بعد اش نديروا؟ تنخليوا المامون بلوكسي. يعني شنو تيولي ديك السقايه اللي صلحنا وخسرنا عليها واحد الميزانيه؟ اللي عنده شي جبه تيديرو معاه، اللي بغى حتى هو يجي، اللي بغى هذا راه مشكل. هذه من ضمن النقط. كذلك بالنسبه بحال ما وقع شي حريق الله يستر في المدينه القديمه، ما كاينش اللي غيجيبوا الماء. خص الواقعيه المدنيه دير دوك القوات ديالها يديروا. ما كاينش دابا في المدينه القديمه، ما عاد الا وقعت الله شي كارثه الله يدير شي تاول خير، ما كاينش دوك الروبونيات الكبار ديال لي بوسون. هذه نقطة عاوتاني خص الوقاية المغربية تكون حتى هي حاضرة في المسألة. المقر علاش ما يكونش مقر؟ المقر البنية التحتية الرياضة مدينة تونس راه ما كايناش، سي التجدير راه هضر عليها ما غاديش نعاود نكرر. غادي نهضروا على جامعة المقر ديال الملحقة جامعة الهديم. هذيك الملحقة في الحقيقة فيها واحد القسم ديال التمير، نهز انا هذاك القسم ديال التمير نمشي نديه اما نديه لسيدي بوزكري ولا نديه للقصر البلدي. القصر البلدي تبارك الله فيه المراكش، وهذاك نديرو معلمات، نديرو كمتحف، نديرو جماعة كمتحف، وتحيد ذاك الزاز اللي كان دار كرفعة المجلس السابق. هذاك الزاز في الحقيقة شو هو هذيك المعلمات التاريخية؟ يعني هذيك تبقى كمتحف للجامعة وتدخل مداخل، ودار مرفق ديال الصناعة التقليدية، ودار معرض ديال الصناعة التقليدية، ودار القسم ديال التعمير نلحقوا بشي اخر. غادي كذلك الساحه ديال الهديم بحال دابا داك المرسي ما بقى له حتى شي دور تمايا. نحاول بعد عندنا واحد الساحه، نحاول نزيد نكبر داك الفضاء ديال الساحه فهمتي. هذاك الساحه نحيد المرسي ونحيد الاعداديه ديال محمد عبد الله ونربح واحد الساحه كبيره، واحد الفضاء كبير. هذه من النقاط اللي خص المجلس الدراسي يناقشها. هذه نقطه. كذلك داك باب منصور العزلي مشدود، علاش ما نحلوش انا في 7 الصباح ونشدو في 9 الليل؟ يعني هذاك راه واحد لاليزو ما بين المشور وما بين ساحه الهادي. يعني انا باش نستر هذاك الله ياخذ الحق في ذاك الباشا اللي كان سابقا اللي كان شدوه هضرت معاه وقال لك اه لا ميمكنش نحلو لان هذا درناه متحف
درنا واحد المرفق في المتحف بدنا نعرضوا فيه الصور ونعرضوا وهما باش يدخلوا ديك المداخل، هذاك خصو يتحل. هذه كذلك المرافق الصحيه، ندير حنا تعاني واحد المرافق الصحيه، راه الفتره فاش كانت ندير فاش كانت طنجه غادي دير هذاك اكسبو 2012، راه الفتره فاش جات ديك اللجنه الدوليه، اول ما بحثت في طنجه ما لقاش المرافق الصحيه فعلا، وعطاو لدوله اخرى خص المرافق الصحيه. راه ندير ثلاث حاجه، لان الناس ديال الناس راه كلها مريضه بالسكر، تيجي واحد ربع ساعه خصو فين يقضي حياته، راه خص المرافق الصحيه، لان هذا الاستريت اللي ولات دابا على الشعب المغربي وهاد الزيادات راه قتلاتو الناس، راه تتمرض نفسانيا وتتمرض بالسكر، خصنا المرافق الصحيه. هذه حاجه المرافق حتى الصحيفه تيجي، وكيف يعقل ان ساحه هذه فيها طواليت وحده وبالصف العيالات من هنا ورجال من هنايا فيها جوج، راه مشكله وخانزه، راه ولا تدخل عرفتي في النهار على الاقل واحد 3000 ولا 4000 درهم، هي قليله على الاقل نديروا المرافق الصحيه، حنا كحاجه ما نسى المرافق الصحيه. هذه كذلك انا ندير في حاجه ماسه النفقات، راه حنا ما عندناش الطرق، راه الا بغينا نهبطوا من حميريه ونطلعوا للهديمه راه خصنا على الاقل ساعه، هذاك الممر ديال بابنا وراه تنبقاو حاسين فيه ساعه عباد الله، يا باش نوصلوا لديورنا، راه خص واحد النفق، راه في عهد بوبكر الريح الله يذكره بخير، راه كان مكتب الدراسات راه كان دار واحد الدراسه على اساس باش غادي دار واحد النفق من بوحماير حتى لجي العابدين، والميزانيه ديال الدراسه فين مشات الله اعلم. تقريبا خرجوا له واحد 12 مليار، واش 12 مليار تكلات والنفق ما دارش، وحنا وجا السي اريد الله يذكره بخير، وبغى يدير واحد الحد غادي نهبط على ذاك الراجل ذوك المحلات التجاريه اللي كاينه في السور السماعيلي، وبدا بالقهوه وبدا بالكراج، وغادي ساعه الله يهدي له هذوك واحد التجار داروا عريضه، شنو نديروا؟ عريضه داروها لاستعطاف سيدنا، خصنا نبقاو في حوالنا، وذوك المحلات اللي تبناو جي العابدين راه تبناو على اساس باش يداروا للناس ديال جي العابدين، وفي الاخر هما ذوك المحلات تكرا وبقى ذاك المشروع واقف، وزاره اليونسكو ما وافقاتش على ذاك المشروع، لان ذاك المشروع التجاري اللي دار تما غير صالح بتاتا باش يدار مشروع تجاري في الاسوار، وهذه من العشوائيه اللي كانت تقوم بها الجامعات السابقه. غادي نرجع مدينه مكناش في حال في الحقيقه في حاجه ماسه الطرابوي، راه حنا مشكله، راه لازلنا واحد خمس سنين، راه لازلنا واحد خمس سنين، راه ما غاديش نلقى فيه راه سياره من مور سياره، بحال دابا هذاك سريع عزيز الملكي، راه يمكن نلقى الطرابوي من ويسلام ونجيبو على سريع عزيز الملكي وندخل على الطريق الجديده ديال التينيس ونمشي حتى لتولا ونمشي حتى لمرزان. راه هذه راه عباد الله، راه خص الناس ديال الطرابوي ديال الدار البيضاء وديال الرباط يكونوا حاضرين في هذا البرنامج، هذا تستدعيهم فهمتي، راه خصنا في حاجه ماسه للترامواي. بقاو دابا حنا ديما راه الدار البيضاء حاليا ولا الرباط راه الحمد لله ما بقاش عندهم مشكل، الانسان تيحط السياره ديالو تيمشي للخدمه ديالو، راه الا درنا هذه العمليه هذه راه غادي نخفوا على التلوث ونخفوا على كذلك. عندنا نهضروا على المدينه القديمه، دابا تلقى عباد الله غادي بالموات، راه خص دوك التصوير خص العلامات يداروا، بس اللي يدخل بالموتور ديالو في المدينه راه دار عليه واحد البروسيد، خص تكون تستدعي ديال الامن، ودار كان وقتها في دول الاعمال كذلك. واحد الطرق الى اخره، لا مجال الهضبه ديال بوفكرا اللي هضر عليها السي تجديد، وبعدا الله ياخذ الحق في هذاك اللي دار ديك المحكمه تما، المحكمه اللي كاينه دابا حاليا اللي كاينه في هذه الساحه الاداريه هذيك راه ماشي بلاصتها، الله ياخذ الحق في هذا النهار هذا اللي وقعها واللي عطى الموافقه باش دار العمليه، باش دار هذيك الهضبه تبع بوفكرا، هذيك راه خص دار مرفق سياحي، خص دار راه خصنا تما دار ملاهي ديال الدراري، خص دار تما مقاهي تما متنفس للمدينه القديمه، الناس ديال المدينه والناس ديال المغرب كامل، واللي جا راه خصو يمشي هذيك الهضبه، راه المهم على كل حال دارت المحكمه في لافور القديم، ولكن الهضبه ديال بوفكرا راه خصها دار فيها المرافق باش نشوفوا واحد المتنفس سياحي. الحدائق اللي نرجعوا للحدائق اللي كان دار السي اريد، كي قال السي علي ما كاينش السويفي، داروا الحدائق مشى اريد بقى داك السيبس، فين هما الحدائق؟ خصنا عليهم الملاير، ما كاينش، ها هما دابا كلهم رجعوا للتربه ورجعوا لهذا، هذا ما خص السويفي، الارشيف هذا خاطر عليكم بالله نمشيو حنا دابا للرومجي، الناس يبغي يمشي يبغي الانسان يسرق هو ميزو، وكاين ذاك الحديد ضاقت عليك بالله بو فكرا وسمعين ما فيهاش ذاك الحديد اللي ولا دابا، وذاك الحديد دابا معوج شبقى، واه المجلس البلدي شنو يدير؟ يمشي للسريريه كل شي واحد تيقطع ذاك الحديد يدير يحيدو صافي ويعطي واحد الجماليه، ولينا بحال اللي رحنا في 70 ولا و70 دابا تقدمت هنا وش دابا تقدمت هنا، المدن كلها جينا نقدم وحنا راه تيهلور
في الارصيف. الساحه الاداريه ديك الساحه الاداريه ديك الخصه اللي كان دار في الدرت فعاد الحسن الثاني حشومه بها تتبكي الغالي ولات مقر مقر الدعاره ولات مقر الغيظ ولات التبول ولات يعني واحد المحل ديال الطاسه وديال راه خص اعاده النظر دار واحد باركي سوتيران تمايا لان حنا في حاجه ما سالي باركي هذه نقطه. ونرجع للمساجد دابا حشومه كاع ان مسجد الجامع الكبير اكبر مسجد كاين في مكناس اكبر مسجد كاين في مكناس يعني تقريبا فيه جوج الخدام هذه دابا تقريبا سنتين هو مسدود يعني حتى داك التاجر اللي كان مسكين تيتسوق فاش تيجي شي واحد من المدينه ولا تيجيو الناس من حمريه ومن بساتين يبغى يوصل يتفكروا على الاهل ديالهم ولا الجدد ديالهم يدخل لذاك الجامع يقول نصلي واحد جوج ركعات ونصلي واحد الفريضه ويهبط يشري بليغا ولا جليليبه وداك الشيء ما بقاش الجامع تسدى ديال 9 سنين انتظارات بصفه عامه وعلى كل حال الحديث طويل ونطلبوا من الله يرفع اللبس على شكرا حجر الحاملي الذي يتحدث عن مدينة مكناس بحرقة كبيرة وهذا إنما يدل على غيرتي على هذه المدينة ونأمل أن تستعيد مدينة مكناس مكانتها ومجدها وتألقها. الكلمة الآن سعيد.